نشوف تجارب جديدة وتحديات جديدة من تحدي المختبر. زي ما انتوا عارفين ان المهندسين يوميا بتقابلهم شوية مشاكل في شغلهم، لان الهندسة عبارة عن مشكلة وبتلاقي لها حل. ابني لعمارة، ابني لكوبري، هاتلي حل لده. بس انا معايا النهاردة بطلين هحطهم في تحديات وتجارب فيما تخص الهندسة. بس خلينا الاول نروح نتعرف عليهم ونرجع لكم تاني. واول بطل معايا النهارده هو عمر احمد راجح، 14 سنه وفي ثالثه اعدادي، بيحب جدا السباحه وكتابه القصص القصيره وكمان لعب كره القدم. اما اكتر ماده بيحبها في المدرسه هي الدراسات الاجتماعيه. ورحبوا معايا بالبطله الثانيه اشجي خالد، 14 سنه وفي ثالثه اعدادي، بتحب جدا الرسم والتمثيل والرقص. اما اكتر ماده بتحبها في المدرسه هي الساينس. خليني اروح لاشجي واقول لها ازيك يا اشجي. كويس الحمد لله. متحمسه ليه يحصل النهارده؟ جدا جدا. طب قولي لي كيف نفسك تطلعي لما تكبري يا اشجي؟ مهندسه ديكور. مهندسه ديكور. بتحب الرسم بقى على كده؟ جدا. رسمتي حاجه؟ لا. يعني ما بفنن مع نفسي كده، مش برسم للرسم. طيب اخبار الهندسه بقى، قابلتك مشاكل؟ حاولتي مثلا تجيبي لعب وانت صغيره، تبني حاجه، تعملي حاجه ولا؟ لا صريحه بصراحه. طب ايه اللي حببك اشمعنى قلتي مهندسه ديكور على طول يعني؟ يعني حب الموضوع. حبيت الموضوع ده عشان بيجيب فلوس؟ شايف الناس بتجيب منه فلوس؟ لا لا مش حاطه ده في دماغي خالص. خلاص يا اشجي، بس دلوقتي هروح لعمر واقول له ازيك يا عمر. الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. عمر من سمعك مبدئيا شكلك كده متوتر. متوتر ولا متحمس يا عمر؟ متحمس. متحمس. بما انك متحمس بقى يا عمر، قول لي عمر نفسه يشوف نفسه فين بعد 20 سنه؟ دكتور ان شاء الله. دكتور ايه؟ اي دكتور خالص. اي دكتور، اي حاجه. هي على النضاره دي ان شاء الله هتبقى دكتور. طب بما انك ان شاء الله نفسك تطلع دكتور، مهتم بقى بالساينس؟ مش قوي يعني حاليا. مش قوي حاليا؟ مش قوي. طب درجاتك عامله ايه؟ يعني نص نص، مش اعلى حاجه. بتحبه ولا مش بتحبه؟ بحبه. بتحبه بس درجاتك نص نص. بس النهارده هدخلك في شويه تحديات ليها علاقه بالهندسه. على قلبك حلو ولا؟ ها لا لا تمام. تمام تمام. هشوف انت ولا اشجي اللي هتقدروا تعدوا التحديات اللي معانا النهارده. واجهزوا عشان هنروح لاول تحدي معانا، تحدي النانو. انا واشجي وعمر جهزنا لاول تحدي معانا النهارده وهو تحدي النانو. تحدي النانو دايما قايم على نانو معلومه. بعيدا عن اللون الاسود اللي انت بتتامل فيه يا عمر، عندي ليك سؤال مهم قوي. عمر، لو انا انسان بدائي قديم جدا 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 وعندي صخره كبيره قوي على الارض هدت الخيمه بتاعتي وحابب اشيلها، تفتكر ممكن اعمل ايه؟ اجيب حاجه يمكن تساعدني ان انا اشيلها، زي مثلا مغرف. مغرف؟ ما عندهمش مغارف. اشجي، ايه غير المغرف يا اشجي؟ ممكن نجيب زي خشبه كبيره مثلا، طويله، طويلة. ايوه عامله بيها صح. بس هي ممكن يعني تتكسر. ممكن تتكسر، بس احنا محتاجين كده تعديل بسيط. تفتكر ايه هو؟ ان يكون في يعني مكان يعني اضغط على الحاجه منه عشان ارفع الطوبه. يعني هو اللي انت قلته قريب قوي فعلا اللي بيحصل. لو انا عندي تقل كبير هجيب عصايه طويله، بس هحط صخره صغيره في نقطه معينه وادوس عليها علشان ارفعها. تساعدني بالظبط كده. تمام. ده هو الاساس الاول لحاجه عندنا اسمها الروافع. الرافع موجوده في حياتنا كتير وشايفين مهندسين بيشتغلوا بيها، هتلاقي اوناش يمين واوناش شمال وطرق كتير جدا. بس هل تعلموا ان انتوا الاثنين بتستخدموا الرافع كل يوم؟ ممكن. ازاي؟ ازاي؟ اسالك سؤال. احنا اتفقنا دلوقتي ان انا عشان ارفع الصخره فالصخره دي بتعمل لي مقاومه، صح؟ التقل ده احنا بنسميه مقاومه. الحاجه بقى او اللي انا بضغط بيه على العصايه دي ممكن نقول عليها ايه؟ مقاومه. لا، الصخره مقاومه. احنا بنعمل ايه؟ نضغط. ننزل ايه؟ قوة. بنضغط بقوه، صح؟ طيب الصخره الصغيره بقى اللي احنا ركزنا عليها نسميها نقطه تمركز. نقطه التمركز دي في العصابات، لكن لا، نقطه ارتكاز. تمام. يبقى انا عندي ثلاث حاجات: قوه، نقطه ارتكاز، ومقاومه. اي حاجه صعبه؟ لا لا، ده كده انه معلوم. تعال بقى اعرفك ان انت في البيت بتستخدم رافع. اول رفعة عندنا واشهر رفعة هي المقص. عمرك تخيلت ان المقص ده يعتبر رفعة؟ صح؟ مستحيل. طب تخيل كده دلوقتي المقص عندي بستخدمه عشان اقطع حاجة، صح؟ حلو. هاجي اعمل كده، قطعتها بكل سهولة، صح؟ صح. تقدر تقول لي فين القوة؟ في قوة هنا ولا في الاول خالص؟ في ايد الاول خالص اللي انا بمسك صح؟ هنا القوة موجودة هنا. طيب قولي لي يا اشجي المقاومة فين؟ صعبة شوية دي. في الاخر، في اللي بقص بيها. مش سامعك. في
في الاخر اللي بقص بيه الحته دي صح، يبقى المقاومه في الورقه اللي هي بتتقص، يبقى في الحته دي. عمر فين نقطه التمركز؟ مش نقطه الارتكاز اللي في النص؟ ايوه صح كده، صفرة صح، يبقى يعتبر من الرافعه ولا لا؟ من الرافعه. اي حاجه فيها الثلاث نقط دول تعتبر رافعه، ودي كده بنسميها رافعه من النوع الاول. تعال اوريك حاجه تاني صعبه شويه. الدباسه معايا دلوقتي ورقه وعايز ادبسها مثلا كده، بستخدم الدباسه، بقوم جاي عامل كده اهو، اعتبرها دباسه، هي ما فيهاش دبابيس مش مشكله. انا لو عايز ادبس دلوقتي ببذل قوه فين؟ في المكان اللي بضغط فيه. هنا في المكان اللي بضغط فيه اهو، حاطط لي المكان اهو. نقطه الارتكاز فين يا عمر؟ اللي تحت يا دي ولا دي؟ لا دي. دي يبقى نقطه الارتكاز الاول وبعد كده القوه. اشجي المقاومه فين؟ الحته اللي بدبس من المعنى. صح. أي. يبقى كده اماكنه مختلفه. كان عندي في النوع الاول الارتكاز في النص، هنا الارتكاز بقى الاول، ده بنسميه النوع الثالث. طب انا كده في نوع، انا ما قلتلكش عليه. ايوه ايوه، في نوع وقع في النص وهو النوع الثاني، وهو اساس التحدي بقى بتاع النهارده. قبل ما نبتدي التحدي ده، منجنيك صغير كده هنعمله سوا. المنجنيك ده زمان اصلا عشان يخترعوه كانوا بيخترعوه علشان كان البلاد او القلاع عليها سوار كبيره، فعلشان يهدوها محتاجين صخر كبير، فالصخر الكبير مش هينفع نشيله ونرميه، فاحنا محتاجين حاجه نشدها ونستغل فكره الروافع بان احنا نهد سوار. تعالوا بقى هنا نركز انا وانت سوا. ادي الكوره اهي، وانا بعمل قوه كده، القوه بتاعتي فين يا عمر؟ في الاول. في الاول. المقاومه فين؟ في الحته اللي بتطير، اللي هي اللي فيها الكوره. نقطه الارتكاز فين بقى؟ اللي في النص. في النص. ايوه، اللي هي احنا مرتكزين عليها. سهله، ده كده النوع الثاني. يبقى عندي الرافعه بيبقى فيها ثلاث نقط، نقطة الارتكاز والمقاومة والقوة، وعلى حسب أماكنهم على حسب نوعهم. التحدي هو تحدي مقسوم لنصين، نص أول ما فيهوش تايم ليميت، وهو بيقول إنك هتبص للموديل ده كويس وتركز فيه وتحاول تصنع لي منجنيك شبهه بالظبط، لأنك بعد كده هيأهلك للتحدي التاني. لو ما نجحتش فيه فأنت كده بتعتبر نفسك خسران مبدئيا في التحدي التاني. جاهزين؟ جاهزين. 3 2. اربط بالاساتك كويس، تعرف ان كل واحد ليه وسيله مساعده؟ باجي لك على الترابيزه في اي وقت لو انت محتاج مساعدتي، بس لو رحت لك لازم اروح هناك. اقعد اعملها وحط بقى ايه اخر خطوه عندك. اشجي خلاص بتخلص في اخر خطوه. دلوقتي عمر واشجي الاثنين خلصوا الروافع بتاعتهم اللي هي من النوع الثاني. الثاني. دلوقتي جه بقى ميعاد التحدي اللي هيفصل مين فيكم هيكسب الثاني. شايفين البوكس اللي قدامي ده؟ هنزله على الارض. هتستخدموا الديزاين اللي انتوا عملتوه بنفسكم بان انتوا تجيبوا اكبر عدد من الكور اللي قدامكم في البوكس. وفي الاخر الموضوع ده في دقيقه، في ظرف دقيقه، اللي هيجيب اكبر عدد كور هو اللي هيكسب. جاهزين؟ جاهزين. اتفضل. انا بتاعي اليمين. ده؟ لا لهناك. بص مركزة. ايوه من وانا عارف انا مركزة. هبتدي احط يلا البوكس بتاعي. في كورة، في كورة جوه. يلا جاهزين مع الصفارة؟ جاهزين؟ حطها. يلا مع الصفارة، معاكم دقيقة اللي هينزل أكبر عدد كور. 3 2. كل واحد هيختبر المنجنيك بتاعه دلوقتي، هتختبره ازاي احسن قوه واحسن زاويه. انتوا الاثنين دخلتوا كل واحد فيكم كوره، عادي لو طلعت بره مش هتتحسب، لو جت من بره ودخلت هنحسبها. الله يا عمر، كده بقى عندك اثنين وهي اثنين. في الاخر هعد عدد الكوره اللي في الاخر، ارمي براحتك، ارمي بالراحه. يلا يلا، مش محسوبه هي كمان. ادي كده 3-2 لعمر. يا اشجي نشيلي كويس يا اشجي، برافو عليكي. اهم حاجه الزاويه تبقى مظبوطه بره. انت دلوقتي يا عمر يلا الكور بتخلص منكم. اشجي دلوقتي بتعمل كامباك 3-3، عمر 4-3 بتخلصوا في الكور. اخر محاوله لعمر واخر محاوله لاشجي. يلا يا عمر، بس خلاص ابتدي بقى اشوف المحصله النهائيه. احلى حاجه ان كل واحد فيكم كورته بلون، ما حدش كورته زي التاني.
انت كانت كورك لونها ايه؟ اخضر. اخضر 4-4. في اي اخضر تاني؟ 1 2 3 4. كيف عمر جايب 4 كور خضراء. اشجي انت اكيد اللون التاني. كده انت 4 كور. اشجي 1 2 3 4 5. على واحدة. على واحدة. انت تعرف ان انت جبت واحدة وطلعت برة؟ انت تعرف ان انت جبت 2 وطلعوا برة؟ هو في 2 هم وفي 3 موجودين في كل حتة. الاهم ان احنا اتعلمنا. ايوه عرفتوا نقطة الارتكاز والمقاومة والقوة، ايه الفرق ما بينهم؟ تمام كده خلصنا التحدي الاول. اشجي هي اللي كسبته، فهتحط 3 كور في التيوب بتاعتها. اتفضلي حطي 3 كور. سبحان الله هتحط 3 كور، هيسبب قلب كرة واحدة بس يا عمر. بس مش مشكلة، دي قوانين التحدي بتاعنا. عمر بما انك خسرت بس يلا مش مشكلة، هتحط كورة في التيوب بتاعتك. عندك تحديين تانيين ممكن تعوض فيهم وتكسب فيهم تحدي النهاردة. ويا ترى هل انتوا جاهزين للسؤال اللي بيلخبطني وهيلخبطكم وهيلخبطكم انتوا كمان؟ سؤال هيحصل ايه لو؟ استنونا. جهزنا لتاني تحدي معانا النهارده. تحدي هيحصل ايه لو؟ تحدي هيحصل ايه لو تحدي بسيط، سؤال بسيط جدا ولطيف خالص، مفيش فيه اي انواع من انواع اللخبطه. انت مجرد بقول لك السؤال وانت بتفكر وبتكتب الاجابه في الورقه. هتقول لي الاجابه، يبقى انت كده هتضيع عليك فرصه ان اللي قدامك ممكن يعرف انت بتفكر في ايه وتديله فرصه ان هو يجاوب صح اكتر. والسؤال، بس قبل ما اقول السؤال، حد فيكم يعرف الاهرامات اتبنت ازاي؟ لا لا صح؟ سر صعب قوي. ما حاولتوش تقرف الموضوع؟ حاولت بس ما فيش إجابة محددة. يعني بالظبط ما فيش أي إجابة محددة بتقول فعلا الأهرامات اتبنت إزاي، بس واحدة من النظريات اللي بتقول إزاي قدروا ينقلوا الأحجار الضخمة دي من مكان لمكان. تقدروا تتوقعوا كانوا بيعملوا ده إزاي؟ بالآلات؟ آلات بسيطة، بس كان في طريقة سهلة يقدر ينقلها مثلا على منحدر. أيوه ينعم المنحدر خالص وبعد كده يقدروا يزقوه بكل سهولة. سهلة. دلوقتي دي واحدة من أنواع الآلات اللي بنستخدمها برضو الأيام دي، بإن احنا ننقل منتجات، بننقل شكاير الأسمنت في المصانع في الباكينج، نفس الفكرة بتاعت المستوى المائي. السؤال بقى عندي، عندي إزازتين، واحدة مليانة على الآخر واحدة فاضية خالص. عايزك تفكر وتطلع روح المهندس اللي جواك. السؤال بيقول هيحصل إيه لو حطيت الإزازتين دول جنب بعض على بداية مستوى مائي اللي هو اللي عندي هنا، وحطيتهم في سباق. طبعا ده مستوى ناعم، يعني نفس قوة الاحتكاك هتقابلهم هما الاثنين، يعني احنا مش حاطين في حتة حاجة وحتة تلا، الموضوع كله ناعم. مين هيسبق التاني؟ هل هتكون الإزازة المليانة اللي هي الزرقاء أسرع ولا الإزازة الفاضية؟ قبل ما تكتب الإجابة في ورقة، حد عندك أي سؤال حابب تناقشني في أي حاجة؟ لا لا. ولا هيوصلوا في وقت واحد؟ لا مش هيوصلوا في وقت واحد. عندك 3 اختيارات. هيوصلوا في وقت واحد. متأكدين؟ أوه. ربنا يستر. أكتب أني اللي هتوصل الأول؟ أني هتوصل الأول ولا هيوصلوا في وقت واحد؟ وخلي بالكوا إن أنا بستخدم أسلوب بيلخبط، فما تثقش فيا بالكامل. أنا عمال بغش الإجابات. الله عليك يا أشجي. يلا يا عمر. نفسي حد يجاوبني يقول لي الاثنين هيوصلوا في نفس الوقت. تعال. انتوا الاثنين اعتبرتوا الاجابه الثالثه دي اجابه عمرها ما هتحصل، عمرهم ما هيوصلوا في نفس الوقت. اكيد. بس كل واحد فيكم جاوب اجابه مختلفه عن الثاني. عمر. اشجي. ناخد اجابه مين فيكم الاول؟ عمر انت قلت مين هيوصل الاول؟ اللي فيها ميه. اللي فيها ميه. ليه يا عمر؟
ان اللي فاضيه يمكن لو فيه هواء ولا حاجه الهواء يخليها ترجع لورا، غير اللي فيها ميه الهواء مش اكيد مش عارف تخليها ترجع. انت بتقول مثلا ان اللي فاضيه سهل ان الهواء اللي بره يقاومها، مش الهواء اللي جوه، الهواء اللي بره هو يقاومها يعمل عليها قوه مقاومه اكبر. دي طريقه تفكير منطقيه، هي مش السبب الصحيح بس طريقه تفكير منطقيه. اشجي، المليانه هتبقى ثقيله فمش هتتحرك زي الفاضيه فهتتزحلق بسرعه. ماشي، برضو طريقه تفكير منطقيه، الاثنين طريقه تفكير، بس انا مش هقول لكم مين اجابته صح لان انا نفسي ما اعرفش انهي اجابه هي اللي صح. هنحطهم ونشوف اني هنعمل التجربه ونشوف مين اللي هتوصل اسرع. جاهزين؟ جاهزين. بس انا علشان خايف بس على الترابيزه، اكيد في واحده فيهم هتمشي بسرعه، هتساعدوني في التجربه دي. اللي هيحصل ان احنا اول ما هنبتدي التجربه حضراتكم انتوا الاثنين هتيجوا هنا. مين فيكم قال المليانه اسرع؟ انت. فانت يا عمر هتكون ناحيه المليانه وانت هتكوني ناحيه الفاضيه، وتكون مثبت ايدك ومنتظر الازازه وهي جايه لك. اوكي؟ اوكي. يلا تعالى يا عمر، تعالى يا اشجي. اقف هنا يا عمر على اليمين، خليك انت يا اشجي، امسك يا عمر الازازه كده. في مشكله انك تلقفها؟ سهله صح؟ لو وقعت صح؟ مفيش اي مشاكل. جاهزين؟ جاهزين. حط الاثنين. انا شايفكم ما شاء الله كل واحد فيكم يعني نفسه يعرف ايه اللي هيحصل. ايوه جدا. ها؟ تدوني 3 2 1 وابتدي؟ ماشي. يلا. 3 2 1. فرق واضح، مفيش كلام. اظن احنا مش محتاجين نعملها مره ثالثه عشان نتاكد مين فيهم اللي هتسبق الاول. كل واحد يرجع مكانه. يلا بإزازته. ارجع ارجع. الفاضيه اللي هتوصل للاول، ما انا كنت فاكرها تبقى واقفه، يعني هي وهي واقفه فقلت بقى الخفيفه هتجري بسرعه والثقيله لا ثقيله. بجد والله؟ والله. يعني انت برضو مصره على اللي انت بتقوليه ده؟ لا بس كنت متخيله كده. ماشي، بس الموضوع كان بديهي. عمر برافو عليك مبدئيا. دلوقتي تعالى نعيد تفكير في الموضوع بعد ما شفنا التجربه سوا وشفنا ان الازازه المليانه وصلت قبل الفاضيه. نقدر ندي سبب منطقي احنا الثلاثه مع بعض؟ ايه هو؟ يعني انا قلت السبب ده انا اقتنعت بيه ان هو الفاضيه هتبقى خفيفه جدا ان الهواء يقدر يزقها بكل سهوله. يعني ده يعني سبب من الاسباب بس سبب مش مؤثر قوي. بس انا هروح لاشجي، مين فيهم كانت بتلف اسرع؟ المليانه. السامع. المليانه. المليانه بتلف اسرع. ايوه عشان ثقيله فجريت. فجريت، فكانت سرعتها اكبر فاخدت المنحدر في وقت اقل. كل ما السرعه ما بتزيد كل ما الوقت ما بيقل. يعني انا دلوقتي نازلين من على مطب او منحدر كبير في الشارع. طب ممكن اللي هي دي وصلت اسرع ان يمكن الفاضيه تكون مثلا عشان خفيفه بتروح يعني بتقعد تلف وهي اقل. بالظبط، بس انا هقول لكم سبب هندسي تعرفوه ليكم وللزمن وكمان الجمهور بيتفرج علينا. لما بتكون مليانه فالعزم الدوراني بتاعها اكبر لان مركز الثقل في النص. فهمت حاجه؟ لا لا صح، الموضوع صعب قوي. عارفين الدبور؟ البي بليد اللي احنا بنلفه، المسمار بتاعه او نقطه الارتكاز اللي بتلف حواليه بتبقى على النص ولا على الجناب؟ على النص. في النص عشان يقدر يلف بكل سهوله. وهنا بيجي دور الازازه المليانه، عشان مليانه في كل ناحيه فنقطه ارتكازها في النص فتقدر تلف بصوره اسرع، عكس الفاضيه اللي نقطه الارتكاز بتاعتها او مركز الثقل بتاعها مش موجود في النص، لا ده متوزع على جناب الازازه كلها، فالعزم الدوراني بتاعها اقل، وهنا العزم الدوراني بتاعها اكبر فهتلف اسرع فهتمشي اسرع في وقت اقل. مين كسب التحدي يا اشجي؟ عمر. عمر المره دي انت اللي كسبت التحدي ده، فهتحط تلات كور في التيوب بتاعتك. اتفضل يا عمر. عوضت اهو من الاول تحدي. 1 2 3. اشجي لحقك وعمل عليك كامباك، حط الكره بتاعتك. اتفضلي ارجعي مكانك. دلوقتي اشجي وعمر جاهزين للتحدي اللي هيفصل ما بينهم ومين هيكسب معانا النهارده، وهو التحدي اللي مليان متعه، تحدي اكشن علوم.
وجهزنا لأمتع تحدي معانا النهاردة، تحدي أكشن علوم. الموضوع النهاردة مليان أكشن بجد. وقولي لي يا أشجي، حضرت زلزال قبل كده؟ أيوة حضرته بس مش فاكراه. مش فاكراه؟ أه. عمر؟ أه أكيد حضرته. حسيت بهزة؟ أه كانت بسيطة يعني. إمتى؟ من شهر أو شهرين كده. أه ده في القاهرة ولا في اسكندرية؟ اسكندرية. اسكندرية كان فيه فعلا هزة. أنا عن نفسي كل الزلازل اللي عديت بيها في حياتي قريتها من على السوشيال ميديا، لكن عمري ما حسيت بزلزال قبل كده. أفتح زلزال، إيه الزلزال ده؟ ما بحسش بيه. بس في زلازل حصلت قبل كده في مصر تقريبا سنة 92، بس في منطقة معينة في العالم بتبقى مليانة زلازل. حد تتوقع فيه؟ اليابان. اليابان والمنطقة اللي حواليها ده كده بنسميه حزام الزلازل. سؤال أصعب، حد فيكم يعرف الزلازل بتحصل ازاي؟ بسبب البراكين. الموضوع له علاقة فعلا بالبراكين. تقدري تقولي لي يا أشجي؟ لا مش عارف. بصوا، في الأرض عبارة عن طبقات، شفتوا ألواح السرير اللي هي الملل؟ لو اعتبرنا طبقات الارض دي كلها بتبقى فوق بعض، لما بيحصل الزلزال بتبتدي ان هي تتحرك كده. الحركه دي بتبتدي ان هي تهز التربه، وبالتالي المباني اللي فوقيها بتبتدي ان هي تتهز وتقع. الفكره بقى ان مهندسين اليابان حاولوا يخترعوا اساسات للمباني دي ان هي تكون شبه السوسن، بحيث ان هي تتحرك والمبنى ذات نفسه ما يتحركش، لان لو اتهز المبنى كل العواميد وكل المباني اللي موجوده بتقع في الاخر، وبتبقى كارثه كبيره جدا. وبما اننا النهارده احنا المفروض نكون مهندسين شاطرين، عندكم تحدي ان انتوا تعملوا مبنى. المبنى ده هيتعمل عن طريق حاجات بسيطه جدا، وهو الالواح بتاعه الشيش طاووق او عواميد الشيش طاووق بتاعتنا، ومارشميلو اللي احنا بناكله. انا عامل ديزاين بسيط جدا لمبنى من دور واحد، لو اتعرض للزلزال مش هيحصل له اي حاجه. يعني مثلا هنفترض ان دي اربع كور اللي هم يعتبروا الالواح التكتونيه اللي هم بيقعدوا يتحركوا فوق بعض وبيتهزوا، ودي طبقه الارض اللي فوقيها المبنى. وجي يتحرك كده علشان هو مربع وكيوبك زي ما انتم شايفين، عادي بيتحرك، لكن اساسه ثابت قدر الامكان. الفكره بقى في التحدي، بس مش عايزين نعمل زلزال هنا، احنا نطلع الكور دي كده. الفكره بقى في التحدي اللي معاكم، عندكم قطع كتير جدا من المارشميلو وزيها من عصيان الشيش طاووق. الفكره بقى معاكم كل واحد فيكم دقيقتين ولا ثلاثه؟ ثلاثه. دقيقتين. اوكي دقيقتين كفايه قوي. اللي هيعمل اطول مبنى متوازن هنقيس توازنه على حاله ثابته، لو نجح وفعلا كان متوازن هنبتدي نجيبه ونحطه هنا على الارض بتاعتنا ونعرضه لزلزال ونشوف هيستحمل ولا لا. جاهزين؟ جاهزين. يبقى كده ثلاث اختبارات، اختبار الطول، اختبار التوازن في حاله ثبات، اختبار التوازن في حاله الزلزال. كل اختبار بتعديه بتاخد عليه نقطه. عندك اي سؤال؟ لا. متاكد؟ متاكد. ما تعمليش شكل مربع الكيوبيك، الشكل ده مش عايز اشوفه. اوكي مش هينفع. لازم امسكه الاول. مش هنعرف هو الشكل اللي انا عايزه. فكر شوف ايه موجود في مصر، شوف ايه عجايب الدنيا. مش هيبقى ثابت. ما هو هيكون زي اساس واحنا هنبني عليه. أيوة. ماليش دعوه، يعني عايز تعمله اساس وبعد كده تحط لي هنا خطين. أيوة. لكن الشكل ده مش عايز اشوفه. ايوه مش هنعمل الشكل ده. تمام. عارفين الاهرامات؟ عارفين برج ايفل؟ عارفين برج بيزا المايل؟ عارفين برج القاهره؟ يلا قدامكم شويه حاجات اهو انا اديتها لكم تقدر تكون حاجه انسبايرنج ليكم. جاهزين مع الصفاره؟ 3 2. على فكرة وقتكم خلص، بس هسيبكم تكملوا براحتكم. ها انت كده خلصت؟ لا لسه. هديكم دقيقة واحدة من دلوقتي.
تمام؟ ناقصك حاجة؟ مش عارفة. لا خلاص كده حلو قوي حلو قوي. هاتي أنا بس هقفل. شكرا يا أشجي. شكرا يا أشجي. بروح عليها. بس شكرا يا عمر. تعالوا بقى نشوف التلات اختبارات بتاعتنا. في الطول مين اطول؟ يعني هو حاطط حاجه واقفه فوق فعلا. يعني بص انا عايز ابص كده. هو هي مايله. لو جينا رفعنا دي كده فعمر في الطول اطول. عمل شبه هولك ايفن كده، حط المثلث وراح رفع حته. في التوازن انتوا الاثنين متوازنين في الحاله الثابته عادي جدا، مفيش في اي مشكله. يعني لو جينا عملنا كده الدنيا تمام. الفكره بقى ان انا هعرض كل واحد فيكم لاختبار التوازن في حاله الزلزال. فين الكره الرابعه اللي وقعت مني؟ اهي. شكرا، خليك ارجع مكانك. ابتدي بتاع اشجي ولا عمر؟ اي حاجه اشجي. ابتدي بتاع عمر. بحب اسمع كلام قوي الناس اللي معايا. اشجي تاني. يلا جاهزين؟ جاهزين. حطه في النص هنا كده. ابتدى يتعرض لزلزال. جامد جامد متوازن. عدى اختبار التالت. اشجي تعال نشوف انت بقى. حاسه ايوه مش عارفه ليه. ما انا ما اعرفش، كله بالتجربه كله بالتجربه. تعالى كده الزلزال. واحد ريختر، اتنين ريختر، تلاتة ريختر، أربعة ريختر، خمسة، ستة. عدى الاختبار. عمر نجح عليكي في اختبار واحد. الطول. وهو الصراحة عجبتني الفكرة. الطول. طول نفسه يعني، مع إن الصراحة والله أنتوا قريبين قوي يعني. قريبين جدا، لان انت الطول بتاعك عمال كل شويه ينزل، ما بيبقاش في حالته الا لما باجي اعمله كده. في الطول هعتبركم الصراحه متساويين. اختبار الثبات في حاله الاستقرار متساويين. في اختبار الثبات والتوازن في حاله الزلزال متساويين. التحدي ده هيخلص تعادل بامانه ربنا الصراحه. يعني محدش فيكم، عشان برضو هي استخدمت عدد مارشميلو اكبر، انت استخدمت فكره عجباني جدا. الاحسن في الموضوع ان كل واحد كان عنده فكرته الخاصه، ما عملش كوبي للفكره البسيطه السهله دي. فحتى التعادل عندنا كل واحد بيحط كورتين في الطيوب بتاعته. نبتدي بمين؟ بعمر. يلا يلا يا عمر حط كورتين. واحد اتنين. شكرا جدا يا عمر. بقى عندك مجموع كم كوره؟ ستة. اشجي واحد اتنين. الاهم من ان احنا خلصنا تعادل ان احنا اتعلمنا مع بعض شوية معلومات كده. اهمهم تقدر تقولي انواع الرافع قد ايه يا عمر؟ تلاتة. الرافع فيها تلات نقط ملهاش رابع، تقدر تقولي نقطة منهم؟ القوة. نقطة التمركز. برضو نقطة الارتكاز. وتالت واحدة المقاومة. المقاومة. اما في الحالة التانية يا اشجي قولي لي مين بيسبق التاني؟ الازازة الفاضية ولا الازازة المليانة؟ المليانة. الازازة المليانة طبعا، عشان بتدور اسرع فبتخلصها في وقت اقل. وعرفنا نبني سوا مباني تقدر تتغلب على الزلازل، وعرفنا ازاي المهندسين في اليابان قدروا يتغلبوا على الزلازل الموجودة بطرق الاساس بتاعتهم. وانتوا الاتنين نجحتوا بكل واحد بفكرة خاصة بيه انه يعمل جسم عدى معايا تلات اختبارات. انتوا دلوقتي ممكن كمان تعملوا الاختبارات دي في البيت وتتحدوا بيها اصحابكم واهلكم. واستنونا في تحديات وتجارب جديده من تحدي المختبر.